لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال ابن جرير رحمه الله: قد تقدم بياننا في معنى قوله حاميم تنزيل الكتاب بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. قوله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يقول تعالى ذكره ما أحدثنا السماوات والأرض فأوجدناهما خلقا مصنوعا وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحق، يعني إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق. وإقامة الحق والعدل هو بعبادة الله وحده لا شريك له. قال وقوله وأجل مسمى، يقول وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا هو بلغه، يفني السماوات والأرض أو يفني العالم إذا هو بلغه، ويعدمه بعد أن كان مولودا بإيجاده إياه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يقول تعالى ذكره والذين جحدوا وحدانية الله من غير إنذار الله، الذين جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون، لا يتعظون ولا يتفكرون فيعتبرون. ثم يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني أي شيء خلقوا من الأرض، فإن ربي خلق الأرض كلها. فدعوتموها من أجل خلقها أروني أي شيء خلقوا من الأرض، دعوتم الآلهة والأوثان من أجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة وأربابا. أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله أروني أي شيء خلقوا من الأرض، فدعوتموها من أجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة وأربابا، فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حجة، فإن من حجتي على عبادتي إلهي وإفرادي له الألوهة أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل. وقوله أم لهم شرك في السماوات، يقول تعالى ذكره أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السماوات السبع، فيكون لكم أيضا بذلك حجة في عبادتكموها، فإن من حجتي على إفراد العبادة بربي
أنه لا شريك له في خلقها، وأنه المنفرد بخلقها دون كل ما سواه. إيتوني بكتاب من قبل هذا، يقول تعالى ذكر بكتاب جاء من عند الله من قول هذا القرآن الذي أنزل على محمد، الذي أنزل علي. خطب قل أرأيتم، قل إيتوني بكتاب من قبل هذا القرآن، بكتاب من عند الله، جاء من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل عليه، بأن ما تعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئا، أو أن لهم شرك مع الله شركا في السماوات، فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إياها، لأنها إذا صح لها ذلك صحت لها الشركة في النعم التي أنتم فيها، وجب لها عليكم الشكر، واستحقت منكم الخدمة، لأن ذلك لا يقدر أن يخلقه إلا الله، أو أثارة من علم. اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق أو أثارة من علم، بمعنى أو ائتوني ببقية من علم. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ أو أثرة من علم، يعني أو خاصة من علم أوتيتم وأوثرتم به على غيركم. والقراءة التي لا أستدز غيرها أو أثارة من علم، لإجماع قراء الأمصار عليها. واختلف أهل التأويل في تأويلها، فقال بعضهم معناه أو ائتوني بعلم بأن آلهتكم خلقت من الأرض شيئا، وأن لها شركا في السماوات من قبل الخط الذي تخطونه في الأرض، فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة. العيافة الخط، خط في الأرض، يجعلون خطوطا ثم يحللون هذه الخطوط، زي المشهور من بتاعت الفنجان، بعد ما يشرب القهوة بيقلب الفنجان، فالبن بيعمل خطوط، فيوم يقعدوا يقروا الخطوط يقول لك انت قدامك سكة سفر وسرة فلوس. يقول من قبل الخط الذي تخطونه في الأرض، فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة. عن ابن عباس أو أثارة من علم، قال خط كان يخطه العرب في الأرض. عن ابن عياش قال الخط هو العيافة، وهذا فيه إلزام لهم بأنه حتى عن طريق الكهان لن تجدوا من يقول لكم أن هناك شركا في الأرض للآلهة أو شركا في السماوات له. حتى الكهان يقرون أن خلق السماوات والأرض هو لله، فلا الكتب المنقولة ولا حتى الكهانة التي يستعملها الناس فيها شبهة أن هناك مشاركة لله عز وجل في الخلق أو الرزق، في الخلق في السماوات أو في الأرض، ليس هناك شبهة شريكة لخلق شيء في السماوات أو في الأرض، لا عن طريق كتب منزلة سبقت، ولا حتى عن طريق الخط يخط في الأرض من الكهان في العيافة ونحوها، ليتعللوا بذلك بأنهم يعبدونها من أجل ذلك. قال آخرون بل معنى ذلك أو خاصة من علم. عن قتادة أو أثارة من علم أو خاصة من علم.
يعني علم خص به، علم سري مثلا. وقال آخرون بل معنى ذلك أو علم تثيرونه فتستخرجونه، زي الآثار بتاعتنا احنا، علم الآثار. عن الحسن في قوله أو أثارة من علم، قال أثارة شيء يستخرجونه، فطرة، فطرة دي لا أدري ما وجهها. وقال آخرون بل معنى ذلك أو تأثيرون ذلك علما عن أحد ممن قبلكم. عن مجاهد أو أثارة من علم، قال أحد يأثر علما. وقال آخرون بل معنى ذلك أو بينة من الأمر. عن ابن عباس يقول أو أثارة من علم، يقول ببينة من الأمر. وقال آخرون بل معنى ذلك ببقية من علم. عن ابن عياش أو أثارة من علم، قال بقية من علم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال الأثارة البقية، البقية من علم، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وهي مصدر من قول القائل أثار الشيء إثارة، مثل سمج سماجة وقبح قباحة أو قبح قباحة، كما قال راعي الإبل وذات أثارة أكلت عليها نباتا في أكمته قفارا، يعني وذات بقية من شحم. أما من قرأه أو أثرة من علم فإنه جعلها أثرة من الأثر، كما تقول قطرة وغبرة. وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأه أو أثرة بالسكون، مثل الرجفة والخطفة. وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه من أنه بقية من علم، جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط، ومن علم استثير من كتب الأولين، ومن خاصة علم كانوا أوثروا به. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر بأنه تأوله أنه بمعنى الخط، وده قلنا حديث صححه الشيخ أحمد شاكر. فتأويل الكلام إذن إيتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم ما تدعون لآلهتكم أو بقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما تقولون من ذلك، إن كنتم صادقين في دعواكم لها ما تدعون. فإن الدعوة إذا لم يكن معها حجة لم تغني عن المدعي شيئا. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.